واجد سمعنا في الآونة الأخيرة عن الأخطاء الطبية، خطأ الطبي أن الطبيب ما يتبع أصول اللي تنص عليها مهنة الطب. أبرز هاي الأمور اللي هي أنه ما يأخذ الحيطة والحذر عند إجراء العمليات الجراحية، هاي تسبب أضرار كثيرة حق المريض اللي يراجع عنده. طبعا أنت كمريض أساس تبقى تضمن حقك مستقبلا وتقدر تطالب هاي الطبيب أو المستشفى اللي أجريت فيها أي عملية جراحية بالتعويض، عندك ثلاث شغلات رئيسية: روح إلى أقرب مستشفى حكومي يثبت هاي الخطأ الطبي، طلع تقرير يبين نسبة العجز إذا كان يوجد نسبة عجز. الأمر الآخر، روح إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية نهرة، قدم شكوى على الطبيب، هم طبعا بيباشرون إجراءاتهم، بياخذون من عندك المستندات المطلوبة والموضوع بالكامل. أمر الثالث أيضا عساس تثبت حقك، روح قدم بلاغ جنائي، ثبت الموضوع البلاغ الجنائي بحال إلى النيابة العامة وبيشوفون هناك النيابة العامة هل هاي يعد جريمة الموضوع اللي بدر من الطبيب أم لا. على ضوءها الطبيب قد يحال إلى المحكمة الجنائية وقد تنطبق عليه، يتم تطبيق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 342